في أخت سائلة دكتور بعت سؤال، الحقيقة طويل وفي تفاصيل كتير. ملخص السؤال يعني إن هي وقعت في الفاحشة مع أحد الجيران لها، وإن هي عايزة تتوب من هذا الذنب ومش عارفة تعمل إيه. ده خلاصة الموضوع. طبعا يعني النصيحة أيضا للإخوة والأخوات اللي بيبعتوا أسئلة، يا ريت الأسئلة اللي خاصة بمسألة موضوع الذنوب وكده مش لازم تقول التفاصيل يعني. اتفضل دكتور. يعني ايه مش عارفه هتعمل ايه؟ تتوب الى الله بس. التوبه بكل شروطها بقى، الندم على ما فات، العزم على عدم العوده مره اخرى، العمل الصالحات حتى يغفر الله عز وجل لك. انت عملت كبيره، طيب الكبيره دي محتاجه ايه؟ عوض. واحد كاسر اشاره، طيب هيدفع غرام، ده المطلوب. طيب انا عملت ذنب، المفروض في حد، لما فيش حد بيقيم حدود، والاولى الستر على نفسك، استر على نفسك. لا تقول الجوز ولا الاهل ولا الحد ولا الاصحاب ولا الجن الازرق. انما اصل انا والله ضميري تعبني ففضفض مع صاحبتي، اقول لابوي، اقول لاخوي، اقول لجوزي. ده مدخل شيطان، ده ابعدي عنه. اكتفي بانك تتوب الى الله، هذا ذنب يتعلق بحقوق الله. فتتوب الى الله وتعملي عملا صالحا وتكثري من الصالحات حتى يغفر الله عز وجل لك. ان الله لا يغفر ان يشرك به، الا الله لا يغفر ان يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وان الله يغفر الذنوب جميعا، لعبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. اذا ده من ضمن الذنوب جميعا. توب الى الله. طب انما مش عارفه والله، هل بقى مش عارفه تقطع صلتك بالشخص؟ لا طبعا، لازم تقطع الصله تماما وتمتنع عن هذا الحرام وعن اي شيء من مقدماته، كلام الدردشه، كل مداخل الشيطان اللي بتؤدي لهذا الحرام اقطعيها تماما. هنا.